رجع بخفي حنين أقل ما يوصف به حال أبو عودة الذي يعمل راعيا للأغنام في منطقة الشذرية التابعة لقضاء الميمونة في محافظة ميسان، وحاله هذا بعد أن عاد من المركز البيطري وهو يحمل قنينة واحدة تحتوي على مبيدا للحشرات التي تسمى القراد، ويقول إنها لا تغطي عدد رؤوس الأغنام والجاموس التي يمتلكها، ويسعى لإجراء عملية التغطيس لحيواناته وتعقيمها من حشرة القراد التي تنقل ما يسمى بمرض الحمى النسفية ويسميه هو بمرض أبو السين. سمونا أبو السين أبو الضيف. السنوية تيه هيك وقت سنوي تجينا هيك وقت، احنا نروح نجيب البيطرة على حسابنا، الغنينة هاي تبزلها 50 رأس ب90,000، سوى مراض تموت الحلال عيل مثلا الصغير تموته. عدد من مربي الأغنام والمواشي في ناحيتي السلام وسيد أحمد الرفاعي وقضاء الميمونة يتحدثون عن تراجع مهنتهم وعزوف الكثير عن شراء حيواناتهم بسبب مخاوف إصابتها بهذا المرض الانتقالي، ويحملون المؤسسات الحكومية مسؤولية معالجة ذلك وعدم تركهم يرزحون ما بين شراء المبيدات من الأسواق التجارية وما بين شبح إصابة مواشيهم بهذا الداء. كل سنة بالحلال، هو كل سنة الأمراض كل سنة بالحلال، بس كل سنة العلاج مناسب وتداوي الناس من وقت، سنة العلاج غالي ودغل ماكل الحلال من نسبة الماي. احنا كنا عندنا حلال ومربين، يعني كل شيء ما تشتري على حسابك، واللي يموت الدولة ما تعوضه، الدولة لا مساعدة والحلال لا مساعدته بزرع لا مساعدته بكيمياوي لا بأدوية الحلالة. هاي القراد كل وقت هيج وقت الحلال لازم ينقسل. احنا حاليا نجيب دواء هناك من البيطارية نداوى حلال، بدينا ما لو واحد طلع علينا داوى حلال لا ماكو هيج. مدير المستشفى البيطري في ميسان الدكتور باسم العريبي تحدث للمربد عن إجراءات المستشفى الذي شكل 17 فريقا يجري عمليات رش وتعقيم وتغطيس الحيوانات تباعا، ونفذ ما نسبته 20% من حملة التعقيم التي انطلقت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى مطلع الشهر القادم، وهي الفترة الحرجة التي يمكن أن تنتقل فيها الحشرات أي القراد من الحيوان إلى الإنسان وتصيبه بهذا المرض. حاليا للحملة من 1/5 إلى 1/6 لمدة شهر 30 يوم، واحتمال إذا استمرت الإصابات ممكن تتمدد الحملة. إحنا يعني هي هذه التحديد الفترة تحددت من الوزارة بمدة 30 يوم، يعني شفناها كافية حتى نغطي المساحات الحظائر والحيوانات. من فكت أزمة كورونا أن تغادر أذهان العراقيين حتى جاءت أزمة أخرى تهدد معيشة وصحة عدد كبير من أبناء المحافظات ممن يمتهنون تربية وجزارة الحيوانات، وحتى المواطن الذي لا يعمل في ذلك لم يكن بمنأى عن مخاطر الإصابة، وهذا ما تؤكده صحة المحافظة التي دعت المواطنين لعدم شراء اللحوم إلا من المجازر الرسمية.